بالنسبة للفاس، وهذه ملاحظة كيلاحظها الجميع، أن المرافق بالنسبة للدراري الصغار ما كاينينش بشكل عام. كنوجدوا واحد حديقة وحيدة اللي كاينة في فاس، وهي لي شونت كورتس. مع الأسف من بعد الكونفينمون تسدت الحديقة، تسدينا على وليداتنا في الديور، لقينا مشاكل كبيرة مع وليداتنا من بعد الكونفينمون. كنخرجوا كنتساراو في الشارع، يعني خصك تخرج واحد الوقت مقيد، خصك تدخل دغيا بالزربة. يعني هذا هو المتنفس الوحيد اللي عند فاس، وهو داك شونت كورس. كنطلبوا على الاقل هاد الناس يفكروا في وليداتنا ويخرجوا ويحلوا لنا بصفه دائمه. ناقصوا خي النظافه، والناس برانيين وسخوه بزاف. ماشي عنصريه مني، ولكن الناس ما واعياش، يعني تتعيا الدوله تنقي، تتعيا مساكن دايرين المجهودات ديالهم، ولكن الناس ما عندهاش الوعي، مازال ما وصلناش لذاك الوعي الكافي باش الناس تنظف، تكون زعما كونسيون. يعني الزبل في يديها وتشوف البانيه قبالتها وكترميه في الارض. انا خصنا غنتنظف، والناس توعى شويه، والحمد لله كاين الخير غير القدام. الله ينصر سيدنا، راه مسكين معول كاع الناس الحمد لله، خصها غير تحمد الله وما تبقاش تتمثل. الناس ما كيعيشوش الحقيقه، اما كانت كل واحد يدير المجهود ديالو، انا وانت والاخر غنوصلوا لواحد النتيجه زوينه. اش غادي نقول لك اخايا، فاس مدينه زوينه، المدينه العلميه الروحيه نتاع المغرب، ويعني الاشغال فيها الصيانه ونتاع يعني الاماكن الاثريه فهي خدامين، ولكن على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي فكاين هناك نقص كبير. ما كاينش يعني فرص الشغل هنايا بزاف، ماشي بحال الدار البيضاء فيها المعامل بزاف. هنا ما كاينش واحد العدد كافي لهذا، زياده على الهجره القرويه اللي فاش كتمتاج فيها من كل الجهات، لا من الشمال ولا من الجنوب ولا من الغرب. يعني كاين واحد التدفع كبير من الساكنه القرويه هي اللي كتعيق هذا، وكتخلق واحد الفوضى في وسط الشارع، منها الباعة المتجولين، منها التسول، منها أطفال نتاع الشارع. بالنسبة الخدمة راه ماشية، لكن فهمتيني ولا لا؟ بعض المسائل اللي تخصها تكون ديال هذا الشيء ديال النفاية ديال الأحياء، اللي شوية ما مقيومش بها. والمسائل الحمد لله راه الأمور كما هي.